بتعرفوا في تحديات كتير كبيرة للأهل وقت أولادهم بيكونوا بعمر المراهقة، وواحدة من هالتحديات هي إنه تخلوا أولادكم يحكوا ويخبروكم أسرارهم ومشاكلهم. فكيف بتشجعوا أولادكم على الحكي؟ عندي شوية نصايح. شو رأيكم تسألوا أسئلة مثيرة للانتباه وما يكون جوابها نعم أو لا؟ وشغلة تانية، اسمعوهم وقتها يحكوا وانتبهوا لأجوبتهم وقروه بين السطور. رح أعطيكم بعض الأمثلة لأسئلة فيكن تسألوها لمراهق. ليش اخترتوا تيبكن هول؟ كيف بتلبقوا تيبكن؟ شو أكتر شي بريحكن باللبس؟ أي أغاني عم تسمعوا هالأيام؟ مين أحلى مغني أو مغنية بالنسبة لإلكن؟ ليش؟ شو برأيك هن الأشياء اللي بتخلي الواحد يكون محبوب بين أصحابه؟ بدك تخبرني أي أغاني عم تسمع هالأيام؟ مين أحلى مغني عندك؟ في مغنية أحلى؟ وليش؟ تعا خبرني شو أحلى لعبة عندك على التليفون؟ في شي أب هيك بتحبها مبسوط فيها؟ شو بتعمل؟ علمنا عليها شوي. إذا فيك تسافر على وين ما بدك، لوين بتروح؟ وليش؟ إذا فيك تخترع حيلا شي، شو بتخترع؟ مين من أصحابكن أنتو بتحبوه؟ بتحبوا تتمثلوا فيهم شي؟ شو في شي عملتوه بالماضي وأنتو فخورين من حالكن؟ شو أحلى حلم حلمتوه؟ أو أبشع كابوس؟ شو السؤال يلي بتحبوا تسألوه لالله؟ وليش؟ شو بتحبوا الناس تفهم عنكن؟ شي عادة ما بيفهموه؟ وبالأخير بدي أذكركن إنه تسمعوا لأولادكن وقتا يجاوبوا على الأسئلة واحفظوا جواباتهم. دايماً خلوا إنه يكون في حوار بالحديث، وخلوني يحسوا إنه أنتم مهتمين تسمعوا لهم، وكتير مهم إنه ما تدينوا ولادكم وتحكموا عليهم أو تخلون يشعروا بالعار على شي عملوه أو قالوه. فهمون صح من الغلط، لكن بطريقة بناءة مش محطمة لهم، وهيك شوي شوي بيتعودوا يحكوا معكم وبيفتحوا لكم قلوبهم. دايماً اسمعوا لهم ودايماً حضروني. باي باي.